انا جايه هب نفوس. يلا الحمد لله انه مشي، ده حتى المثل بيقول روح يا بعيد ده انت فراقك عيب. صدقوني زي ما بقول لكم كده، في ناس طلعهم من حياتنا عيب، وجودهم بيبقى مرهق ومتعب، بنعمل معاهم كم جهد عصبي ونفسي مش طبيعي، وبنحرق بنزين على الفاضي، واول ما بيطلعوا من حياتنا الحياه بتنور والالوان بتزهزه. الحقيقه ان الواحد ما فيهوش لا خلق ولا طاقه يطبطب ويدلع، كل واحد فينا فيه اللي مكفي. وعلى راي فنانتنا الجميله صفاء ابو السعود، العيد فرحه وعيد سعيد عليكم.